أخير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. داقم تقنيتنا القرآن لي الله عندي أرسالن تاريكو تشالو የትኛው ሰው ነህ ስለጠይቃለሁ ጥያቄ ራሳችን አሁን ከመጠቅሳቸው ሁለት ግለሰቦች የትኛውን እንደምንወክል ያሰብን ከታተለው የመጀመሪያው ግለሰብ ይሄ ነው ከአመታት በፊት በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘመን አንድ ግለሰብ ወደሳቸው መጣና ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በርሳቸው እንደሚያምን አላህን እንደሚወድ وسطو لي وسطو بإيمان دتم والله الله ناس مسكرو كرسول تملسة كرسول مزور رندالة مدينة كوابي مجنيو إرشاو تشن عزر إتو تشن عكاتلة انساسو تشن هلو قدلة من قد تلو التهدى ينسي عدرق يمي ملكة والله اندي عينت نققرا تشونا درقيتا تشو مكارنو سوج كوننو قرآن ورد ومن الناس على الله ومن الناس كسوت جست قالوا أنت محمد من يعجبك قوله في الحياة الدنيا بزش مدر لي نققر ومقرمة ما يسرون أمي زبارك ويشهد الله على ما في قلبه دم يدفرته وسلو يعلو النقر الله أن يسمى سكر الله يوكب محمد بانتا من يعلو بالله ما من يعلو وسط إيمان دالة الله مسكره هنا يا لم يتارى اني لنجر محمد وهو ألد الخصام السو دمبر على في تكراكارين وال واذا تولى كان تم زر بلوسيد سعى في الارض مدر لي يهدا لينكسكسال ليفسد فيها مدر اللي بكل ويهلك الحرث والنسل حرث ازرتوچ اللي اطفى هيوت اللي قدل سينكساك استاغنيو الله الله والله لا يحب الفساد الله بكلتنا يود الله فتها سلاما لم يود واذا قيل له اتق الله اهنم ما في درجيتون سيفصم ايثوت الله انفرا سيبال اخذته العزه بالاثم بما امس لي يبلط سميتاو يهونا عند مؤمن اتقي الله ستلو الله انفرته يقوم السوق يعتز بأن يزني يعتز بأن يعصي بمعمسه كرات بالسم عندها رقية لند جبد مي وراء مالتنه أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم الذي سوسات بكئنج ولا بئس المهاد من تعفى من يسكفال سورة البقرة لمن ناقينيو عن كسره سورة البقرة ستكفتو خلت متو سوستن يوان كسلي الله ينزقو تناغن يال يزيهم مدفوسو تاريك الله اندام السالي اندان نكتلو انداين تسوش الله زند ديت ووغز اندوانو نققراتشو كدرقيتاتشو غا ميكارن بكلتن امياسفافو سوش اندام موديل تكسو الله كسواس كتلو دمو الليلة مرت موديل تكسل ታሪኩ ይሁን በዛው ዘመን የተከሰተ ነው አንድ ግለሰብ ነው በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አመነ መካ ውስጥ ነበር የሚኖረው መካ ውስጥ ድሮ ሲገባ ወደ መካ ኢኮኖሚካሊ ደካማ ነበር ሰርቶ ነግዶ ትልቅ ሀብት ይዟል ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ ሂጅራ ሲሄዱ ስደት ሲወጡ እሱ መሰደድ ፈለገ መንገድ ጀመረ ቁረይሾች ኢሳው ሊሰደድ እንደሆነች ደረሱበት አሳደው ሊይዙ ተወሰኑ ተከተሉት አጠሩት ልክ እንዳጠሩት እናንተ ቁረይሾች ሆይ መንገዴን አትለቁልኝም እንዴ አላቸው በጭራሽ ጅእተና ስዕሉከን ዳሃ ሆነ መጣህልን ሀብታም ሆነ ንብረትን ይዘው ደማህመር ልተር ነው እንዴ ይሄማ አይታሰብ ማለት እናንተ ቁረይሾች ሆይ ቀስተኛ መሆኔን ታቃላችሁ እጀለይ ያሉ የቀስ ጦሮች እስኪያልቁ ድረስ አንድ ባንድ ጨርሳችኋለሁ መንገድ ይልቀቁልኝ ይሄን እንዳታስበው ገንዘቡን እንደፈለጉ ተረዳ እሱ ግን ሄደ ወደ አላህ ወደ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም
አኺራን አስቀደመ። ቁረይሾች አላቸው ንብረቶችን እንዳለ በሰጣችሁ ሙሉ ለሙሉ ባወርሳችሁ ትخلሉ ሰቢሊ فهل تخلوا سبيلي من غدين تلقولني ያላችሁ እንዴ አላችሁ ናዓም አሉት ምንን ፈልጋለ እንግዳማ የኔ ንብረት አመታት ያካበትኩት እዚዚ ቦታ አለላችሁ እሱን ሰዶ አላችሁ ቼክ ሲያረጉት ንብረቱ አለ መንገዱን ለቀቁለት ይሰው አገሩን ጥሎ ንብረቱን ለአላህ ከፍሎ ወደ አላህ ቀና وعجلته اليك ربي لترضى ውዴታውን ፈልጎ አቀና መዲና ገና ሲገባ ለካስ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄን ክስተት ከመያዩ ጌታቸው ወህይ ወርዶላቸው ነበር ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደመጣ አቀፉት ንግድህ ምን ይሃል ትርፋማ ሆነ ንግድህን አላህ ወደደለ ቁርአን ማወረዳሉና አነበቡለት ወሚነና ሰለላህ ከሰዎች ውስጥ አለ من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله يا الله وديتا فلقو نفسه لميشت ملو ما ننته لا الله ميسوى راسنا سالفو ميست والله رؤوف بالعباد جيتهم لباروچو اجغر خروكنو ميلانكس بزي جل السبع ما كان يتورد ولتنم تكتعت لو قران لا ناغنياچو الله سوره البقره ستكفتو ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا إلنا ورد بلو دمو ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله ومن الناس كسوه جوست الله راس نفس نميشت لا الله كسوه جوست الله نققرنا درقيتو ميقارن إهنيو يبكلت مقلجا إهنيو يمتوك سبقنا مقلجا يتنيو سونني ነግራችን ከድርጊታችን ጋር የሚቃረን አለያስ ራሳችንን አሳልፈን ለዲኑ መስዋዕት ለማድረግ የተዘጋጀን የትኛው ሰው ነው? ሁላችን ራሳችንን እንጠይቅ ምርጫችንን እናስተካክል ለኢስላም ኑር ለኢስላም እንለፍ ሰለላሁ ወሰለም ወባረከ አለ ነብይና መሐመድ ሰላም አለይኩም